وعدنا إليكم من جديد مشاهدينا ومستمرين في تغطيات الملتقى الطب التجميلي. طبعاً كلنا نبحث عن الجمال، وبالذات المرأة تبحث عن الكمال في الجمال. بما أنه نتكلم عن الأسنان، خلوني في البداية أرحب بضيفتي الدكتورة رشا إبراهيم، ماجستير تركيبات وتجميل الأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بيك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي. دكتورة، في البداية ما هي أضرار التركيبات، وكيف الواحد يعرف أنه محتاج للتركيب؟ ممكن نقول المميزات بتاعت التركيبات قبل أضرارها. طبعاً التركيبات فيها جزء كبير قوي تجميل، وفي جزء منها علاجي. التجميل ما بيكتملش إلا بالعلاج، فالتجميل الأسنان لو التركيبات ما بتساعدش إن الصحة تفضل بتاعت الأسنان كويسة، أو الأسنان تحافظ على شكلها لفترة أطول، مش هيبقى تجميل، هيبتدي يبان عيوب الأسنان. فالتركيبات لو مش معموله كويس او فيها اي مشاكل بيعاني منها المريض في حاجات كتير، منها الروائح اللي مش حلوه، التصبغات، شكل السنان او انها تطيح او حاجات كتير، بس كل حاجه بيبقى ليها سبب، ليها من الطبيب ومن المريض. طيب دكتوره، يعني انا ودي اسالك بعد، الواحد لما يركب التركيبات هذه بانواعها، هل هو يختار اللون ولا انت على حسب البشره؟ لان في بعض الاحيان صح، اسمعيني دكتوره، بعض الاحيان يصير في الاسنان نور مشع مزعج. برافو. برافو. فما اعرف يعني هل هو المريض يختار او الدكتوره او على حسب مزاج المريض. احنا طبعا الدور الاساسي انا بنصح المريض، بس في علاقه طبيعيه المفروض ببياض عين المريض ولون اسنانه، يعني دي علاقه، يعني لو عايزين الايديال. ساعات المرضى بيحاولوا يخشوا في الاكستريم، الاكستريم مش طبيعي، يعني انا شخصيا لا افضله ابدا البياض الاكستريم. مش حلو ومش ماتشنج، يعني انت في حياتك الطبيعيه ما ينفعش يبقى ده لوني. صحيح. زي لون البشره، زي لون العين، لا ما ينفعش كل الناس تبقى لون واحد، فهمت ازاي؟ تاني حاجه، كل ما يكون الجمال طبيعي كل ما بيكون احلى، يعني فاهمه؟ بس احنا طبعا بنحاول نقنع المريض بده، بوريه له قدامه، يعني قبل وبعد. احنا دلوقتي من التقنيات الحديثه برضو في الديجيتال سمايل ديزاين، ان احنا بنصور المريض قبل وبنصوره بعد ما يكون سنانه هتكون شكلها عامل ازاي، واوري له الالوان على سنانه. فكل ما بتميلي للطبيعي كل ما الجمال بيبقى احلى. دكتوره رشا ابراهيم، ماجستير تركيبات وتجميل الاسنان، شرفتينا ونورتينا عزيزتي. شرف لي، نورتي. ميرسي.